طرب عبير نصراوي. مساء الخير، مساء الأنوار، يا هلا يا مرحبا، عسلامة، وأهلا بيكم في هذا الموعد اللي يجمعنا كل مساء أربعاء وفي إعادة مساء السبت في نفس التوقيت من 8 إلى 9 بتوقيت باريس، مع احترام فارق الوقت وين منتوما تكونوا متواجدين أوفياء لهذا الموعد. اليوم معايا في الهندسة الصوتية والإخراج الفني ريتا محمود، تحية كبيرة ليها. طبعاً عنا صفحة على فيسبوك طرب بالعربية، اكتبوها تابعونا، حبونا، تابعوا منشوراتنا واعطيوا اقتراحات أيضاً. أهلا وسهلا بكم، وكل الحلقات اللي تتعدل هوني تلقاوها سواء على هذه الصفحة، صفحة الفيسبوك، أو على موقع الراديو. يتوقف بنا الطرب عند شخصية فنية فريدة جمعت بين الكثير من الفنون، الشعر والتلحين والغناء والرسم، لكن أهم فن يجيده هو فن الدعابة والضحك، وأقوى موهبة فيه هي تلك الطاقة العجيبة التي يعطي بها الإيجابية والأمل لكل من يحتاجه. ضيفي هو الفنان الفلسطيني خير فودي، مؤسس فرقة ولعت وملحن الكثير من الأغاني وكاتب أجمل الأغاني الفلسطينية المعاصرة لفنانين حاملين لمشاريع إنسانية ورسالة. خير فودي يمثل اليوم معلما من معالم عكا، تلك المدينة الساحلية الساحرة الجميلة التي عشقها وغناها بكل جوارحه وابتعد عنها مدة، لكنه عاد إليها محملا بالأشواق وبوعد عدم فراقها مجددا. ضيفي هو صديق للجميع، من فنانين إلى بائعين إلى مارين في الطريق، إلى أطفال إلى شيوخ، يتأقلم مع الكل وقادر على التواصل مع الكل بكرم المبدع القادر على العطاء دون انتظار المقابل، لكن المقابل يعود إليه باحترام ومحبة لا حدود لهما. عندما يكتب خير فودي الشعر أو يلحن، يحافظ على التزام الفنان الفلسطيني أمام شعبه وتاريخه وقضيته، لكنه لا ينسى حبا للحياة وإقبالا عليها، وهو في بعض الحالات يعتمد أسلوب السخرية، فترى أعماله بسيطة إيقاعية سلسة، لكنها بين السطور مثقلة بالمعاني العميقة. أسس ضيفي فرقة ولعت في عكا مع مجموعة من الأصدقاء، وانطلقوا في نشاطهم في الفن منذ 2002، تجمعهم راية واحدة هي الهوية الفلسطينية وحب الموسيقى. في رصيدهم 3 ألبومات، لو شربوا البحر، عندي شو مبدي، وعلى بال مين، وهو المولود الأخير. وسعى فيه أعضاء الفرقة إلى استضافة أصدقاء الفرقة تأكيدا على روح التضامن والانسجام التي تسود بينهم وبين أصدقائهم الفنانين. خير فودي في زيارة لباريس، وسعيدة جدا 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 أني نلاقيه أخيرا. خير صداقة طويلة جمعتنا عبر الهاتف من خلال لقاءات عديدة، اليوم حاضر أنت معنا، منورني، مرحبا بك. مرحبا بك يا عبير، شكرا على الاستضافة الكريمة والروح الحلوة والكلام الجميل، يعني أخجلتيني طبعا، أخجلتي تواضعي، بس يشرفني شهادة من فنانة مثلك. ربي يخليك. الله يخليك. طبعا هذا الكل استلهمته من شخصيتك، من موسيقاك، من للفرقة، من النصوص اللي تكتبها. دائما نخلي يعني القلم، دائما هو القلم، من نقول بشاعرية أكثر، صحيح. الريشة تمشي مع قلبي. الله يخليك. أطيب قلب أنت يا عبير. خير، طبعا هذا كان تقديمي ليك بالكلمات، وحتى المستمعين ناخذوهم معانا في هالدردشة وفيها الرحلة. يلا نقترح عليهم بطاقة تعريف أخرى بإمضاء ريتا، شو رأيك؟ بس بشرفنا. يلا. يلا يا ريتا. ما
مسار في نغمات. لو شربوا البحر أو هدموا السور، لو سرقوا الهواء أو خلقوا النور، ما ببيع العكا بالدنيا كلها، ما ببدل حارتي ولا بقصور. عم تنباع الدنيا بليرة وعم ترخصها الناس، وعم تصغر فينا الدويرة بيديق الأنفاس. عم تنباع الدنيا بليرة وعم ترخصها الناس، وعم تصغر فينا وقع بوجع التراث.
مساء الخير مجددا، تستمعون لطرب على أثير مونتي كارلو الدولية، وأهلا وسهلا باللي التحق بنا. ما فاتكم شيء، ما زلنا ما حكينا في شيء. قدمنا لضيفي خير فودي من عكا المدينة الجميلة، من أرض عزيزة علينا، وطبعا كنا في رحلة تقديم ليه بالنغمات، والآن نرجع لك يا خير. أهلا وسهلا مجددا. أهلا فيك. شكرا عبير. خير، أحكي لي، عجبتك باريس؟ العكاوي اللي على الساحل عجبتو شي باريس؟ كل بلد إلها روحها ونكهتها وطعمها. أي ولكن أكيد. أنا البلد ما فيها مية بحر جاري يكون صعب علي. في أكون... عنا نهر السين. أوكي، بس هذا بس هاي صغير. صحيح، يعني منيح اللي فيه، يعني في مناطق، ولكن يعني باريس جميلة بناسها، في معالمها التاريخية، في تاريخها، في حضارتها وثقافتها والتعددية اللي فيها تعجبني. إنه ذكرني بمجتمعنا الفلسطيني. طبعا المجتمع الفلسطيني طبعا متعدد الأماكن واللهجات والمحلات، ولكن يجمع قلب واحد، نبض واحد، اللي هو فلسطين. طيب، واللي يجمعك الآن بالأصدقاء وبالجمهور قريبا إن شاء الله وبمحبي الفرقة، العمل الجديد عبال مين؟ صحيح، عبال مين؟ يعني على بال مين؟ يعني هاي الأغنية كتبتها يعني أول شيء بحب أمسي على كتبت على بالك أنت كل الفلسطينيين، أمسي عليهم وأمسي على خاصة كل الفلسطينيين في المهجر. تحية. وطبعا أولهم أحبائي أولاد أخوالي المرحوم عبد الله الشامي أبو حسن، وأولاد المرحوم أحمد الشامي أبو محمد. هاي الأغنية كتبتها في أعقاب كان يجوا الزيارات عندنا من طريق اليونيفيل، طريق رأس النقورة، أخوالي من لبنان يزورونا لأنهم ما سمحوا لهم يرجعوا مع كل العائلة اللي اغتربت 5-6 سنوات في لبنان. فخالي عبد الله الله يرحمه كان عنده روح الفكاهة وكان ذكي جدا وحاد جدا، فحكى على القصة الكلاسيكية اللي بتحكي عن التهجير، لما ما بعرف الزعماء العرب اللي وعدوا الفلسطينيين في جمعة مش مشية يقولوا لعنا إنه المشمش تقطفي بجمعة، إنه روحوا غيبوا جمعة إحنا ننظف وترجعوا بيوتكم. فخالي حكى القصة إنه الناس كان عندها فانوس الزيت اللي عبوه ملان، هذا يبقى 10 أيام متواصل، فقالوا يمكن نرجع في الليل نحب نلاقي البيت منور فيه نور مضوي. صحيح. فالفانوس صفى حلم العودة. فبعد ما هجروا الناس المحتلين طبعا فاتوا على البيت، بالميتافور تبعي انه فاتوا، اول شيء عملوا انهم طفوا الفانوس وصاروا يرقصوا في العتمة. فانا اقول لهم على بال مين يلي بترقص في العتمة، يعني انا عارف مين انا وشو اصلي وشو فصلي، ولو بيتي معتم، لو بيت خوالي معتم احنا فيه، وفيه الضوء وفيه النور، والعودة جاي باذن الله. يعني إن شاء الله برجع كل مغترب، مش بس الفلسطينيين، كل إخواننا العرب المغتربين اللي في مخيمات الشتات إن شاء الله ويعانوا من التهجير، إن شاء الله يرجع السلام والوئام على كل دولهم ويرتاحوا هيك، وبنفرح معهم كمان إن شاء الله. خير، هالألبوم كتبتوا يعني الأغاني يعني قسمتوا أعتقد، أو أنت كاتبوا الكل؟ كل الأغاني أنا نصوص. ولكن ألحن، أتقاسم التلحين مع ماهر خوري الفنان الكبير وصديقي ورفيق دربي، ببعث له تحية كبيرة لي. وكل عام هو بخير. شو دوره في الفرقة ماهر؟ شو يعني ماهر؟ هو ملحن الروائع، لو شربوا البحر، عندي شو ما بدي، حب على الحاجة، وعازف معاكم في الفرقة؟ طبعا هو عازف جيتار كلاسي. أوكي. وصوته رائع جدا ويغني كمان، وروحه الموجودة يعني بتكفي، يعني عنده روح دعابة خاصة في ماهر، وعنده لغة عربية خاصة فيه. هو أعتقد أنا حسب ما حكيوا لي قالوا لي روح الدعابة هذه هي عكاوية تقريبا، اللي هم من عكا الكل عندهم هالروح. صحيح. شوف، عندنا موثق يسعد مساء الأستاذ نظير الشمالي، فهو حكى لي إنه أصل أهل عكا 40% منهم هم من أصل مصري. أوكي. في أيام الحكم العثماني وإبراهيم باشا لما بعتوا عمال، وقبل هيك كانت البلاد مفتوحة على بعض، مثل أنا مثلا، أنا فودة، أهل أبوي مصريين، يعني من طرف أبي طبعا، ومن طرف أمي جدي شامي،
يعني خلطة حلوة أيضا. طبعا. وأم أمي الله يرحمها رحمة الحاج داود إيه؟ من سكان عكا الأصليين. فطبعا الشعب المصري معروف بلطافته وبخف الدم ويمكن هذا الأساس الأساس إيه؟ إنه الجو العام في عكا بيشبه إسكندرية. إيه؟ كيف يشبه إسكندرية؟ هي شوف المدن الساحلية وين ما تمشي تلقاهم نفوسهم أشره، كأنه البحر يعطيهم حاجة جميلة أكيد. وإيجابية. تلقى لي صعبين الميراث أولاد الجبل، يعني أكيد. أبناء بحكم الجبل التضاريس والطقس عندهم والطبيعة للأسف صحيح. يعني لما تقسو عليهم الطبيعة هما يكونوا قاسيين من غير ما يقصدوا. هذا هو صحيح صحيح. خير، يعني الفرقة متكونة من 2002 لكن شوية إنتاجاتكم قليلة، يعني على اعتبار هالفترة 3 ألبومات في رصيدكم. نعرف إنه الموسيقى اللي مش تجارية تعاني شوية من نقص مادي نوعا ما، ثم انتوما يعني بحكم إنه من مناطق الداخل هذا لا يسهل أيضا. لكن أحكي لنا، ربما حد يسمع فينا الآن يقدر يسهل شيء، يساهم بشيء. صحيح. هو الصراحة يعني شوف هذا الألبوم الأخير عمره 9 سنوات، يعني نتذكر من فترة طويلة أنت تحكي عنه. صحيح. يعني الحمد لله جانا دعم من مؤسسة القطان، عبد المحسن القطان طبعا في رام الله، وكتير احترام للأستاذ محمود أبو هشاش وكل القائمين على برنامج الدعم الفني. إجانا 10,000 دولار، و10,000 دولار من عاصمة من القدس، عاصمة الثقافة، من 9 سنوات. فأعطونا 10,000 دولار، وبعدين قرروا إنه بعد شهرين أو ثلاثة يقولوا وين الألبوم. قالهم شو وين الألبوم، يعني نكتب إحنا ونلحن وكذا. فقالوا لي لا أنت متأخر وممكن نسحب المنحة. فسحبوا المنحة. أوكي. فهيك يعني هم متخيلين إنه هو ملف يتكتب في 10 أيام تبقى بالضبط. في البيت. ما هو الفن يخرج من القلب، لازم الإلهام يحضر. بتصور يعني إنه لازم يكون القائم على برنامج دعم فني موسيقي لازم يكون موسيقي. لازم يكون بالضبط فنان ويكون مبدع. يعرف شو المشاكل وشو المتاعب. يعني مرتين وقع معانا الكمبيوتر وراح، آخر مرة المكساج راح. يعني وقبل هيك راح كل التسجيل. يعني شو الحظ يا أخي. والحمد لله. لا لا إحنا محاربين نعجبك. يعني والله تذكر أنت الموسيقي يعني يعمل أظافير ومناكير وبيكير. لا والله من حارب وبأظافيرنا إحنا بنحفر بالصخر عشان حلمي هذا. هذا حلمي إنه فكري أو فكر أولاد بلدي وأولاد شعبي ينتشر على كل الناس. يعني لما بكتب أنا ما بكتب بلسان خير فود، يعني أكتب في لسان كل أهل عكا، كل أهل الجليل، كل أهل فلسطين 48، وكل أهل فلسطين 67، وكل أهل فلسطين الشتات طبعا. أحلامنا واحدة هي الحرية. طبعا أحلام العالم الكل طبيعي. ناس كل حتى اللي يتخيلوا عندهم حرية ما عندهم مش حرية، هذه لازمك تعرفها. صحيح صحيح. صدقني 100%. على بال مين الأغنية اللي أعطت اسم الألبوم؟ صحيح. نبدأ بيها وين فضل. الحديث بقية ماشي الحال. يلا الله يسعدك. صلك شو سنين متخبي بهالعتمة، تغزل الحروف لتحيكني لي. صلك شو سنين متخبي بهالعتمة، تغزل الحروف لتحيكني كلمي. وانا ظلت هور عالقارب هالتنور، بوقع بالنار وبتعربش عالنور. صلت هور عالقالب هالتنور، بوقع بالنار وبتعربش عالنور. انتي ساكني في بيت المهجور، طافي الفانوس لتنسيني حلمي. على بال مين يلي بترقص بالعتمه، صلك شو سنين متخبي بهالعتمه، تغزل الحروف لتحيك لي كلمي. وانا صلت هور عالقارب هالتنور، بوقع بالنار وبتعربش عالنور. وانتي ساكني في بيت المهجور، طافي الفانوس لتنسيني حلمي. على بال مين يلي بترقص بالعتمه، Thank you.
حلم كبير وبغطي هالعتمة مثل المصير اللي معلق على كلمي. أنا حلم كبير وبغطي هالعتمة مثل المصير اللي معلق على كلمي. وأنا ماشي دروب الدنيا اللي بنشقلو عايش للنهار وبستنى المكتوب ماشي. أنا ماشي دروب الدنيا اللي بنشقلو عايش للنهار وبستنى المكتوب. بنتي سايقها سيدنا أيوب في المكمحروب بدك تحرق فيلمي. على بال مين يلي بترقص بالعتمة خير على بال مين هالأغنية اللي هي طبعا عطات اسم الألبوم. وهالألبوم أنا ذكرت يعني في تقديمي لكن نعاود نفصل شوية معاك إنه استضفتوا أصدقاء الفرقة. صحيح. كيفاش تولدت الفكرة هذه عندك؟ من وين جاتك؟ إنه يعني عندكم سنين ما أنتجتوش ألبوم لكن لما عملتوا ألبوم جبتوا فيه ناس أخرين كأنه طبعاً أنتم موجودين لكن جبتوا ناس أخرين. صحيح صحيح. لأنه يعني بعد الفترة يعني من يوم ما عملنا أغنية لو شربوا البحر لحد الآن يعني مع المشوار اتضح لي أنه ولعت ما هي إلنا وأغانينا ما هي إلنا. لأنه ما في طفل في فلسطين ما يعرف أغنية لو شربوا البحر. لو شربوا البحر أنا على صفحتكم شفت بنوتة محليها. أيوة. بنت وتغني هاي بنت من عكا نسيت اسمها الله يسعد مساها يعني أبوها اسمه سامر عطر صديقنا قال لي هيك فبعتوا لي الفيديو. ايه فحملته كتير رائعة جدا وعندنا كتير فيديوهات بعدها مش نازلة. فعلى أساس أنه أغنية لو شربوا البحر بطلت إلنا صارت فولكلور فلسطيني. اي صحيح. فبالاخر بالتالي انه انا بآمن في التعاون والاشتراك وطبعا في حوالي كم هائل من الفنانين اللي كان عندي تصور انه ممكن هاي الأغنية اغنيها انا وتطلع تمام ولكن تزبط مع وسام مراد اكتر مع الفنان سهيل فودي اكتر. ايه؟ مع ريهام حمادة يعني اكتر تزبط. مع الفنان علاء عزام. ايه؟ اكتر وكلهم اصدقائي يعني ويحبوا الفرقة والمشاركة تحت شكل طبيعي كيف ما بتصور. احنا تشاركش بس الألم. ايه؟ والهم والنكد والتهجير بتصير كل أشياء الجميلة. طبعا أيضاً. طبعا جميل جميل. خير لما تقعد بينك وبين روحك تحس روحك اكثر ملحن أو أكثر شاعر أو لا كاتب. أنا ممكن أسمي حالي كاتب. ايه الكاتب. الكتابة هي حياتي وممكن أنا بكتب كتابة مر هي الأولى. أنا هذا اللي طبعاً حسيته طبعاً. لأنه حتى نقوله للمستمع أنه تكتب نصوص بالعامية. صحيح. في لهجات مختلفة أكيد. وتكتب أيضا كمان. بالعربية الفصحى طبعا طبعا. إمتى بديت هالموهبة؟ صراحة من إنه طفولتي إنه في تلقائية لكن في نفس الوقت نحسه اللي شيء من عند ربي نازل يعني لما تاخذ وتبدأ تكتب كأنه شيء نازل لك السماء. وهذا العقل المضروب يقول لي أوكي أنا يعني أنا أنت ما تعرف لي عقلك مضروب. طبعا طبعا 100% يعني يعني أنت اللي عقلك صحيح يا عبي أبدا مفيش فنان عقله صحيح بالضبط. فأنا بالنسبة لي أنا أداعب نفسي لما أكتب كتير أكتب كوميديا. فمن طفولتي كنت أخذ أغاني عبد الحليم أم كلثوم فيروز وديع ايه؟ الصافي وأغير كلماتها اللي تناسب راسي وجنوني وجيلي وكل هاي الشغلات. فأنا تقريبا أكتب يوميا ومش كل شيء أكتبه أسمعه للناس أخاف. لكن أنت دائما تكتب. طبعا طبعا دائما. وفي نصوص إذا أورجيها لحد يحطني في المستشفى الأعصاب ممكن يقول لك هذا مجنون بني آدم. فالكتابة تأتي أولا حتى للملحن. وفي طرق تانية يعني أتعاون مع فنانين آخرين حاليا بمسي على الفنان كريم مطر من الناصرة تحية لي بعت لي لحن. إيه؟ وكتبت له نص على اللحن مرات تزبط معي هيك إنه لما يكون مشروع شغل طبعا. فهذا يرجعني يردني لطفولتي اللي الشقية المجنونة اللي كل الوقت بدها تعمل كوميدي هيك. طبعا. طيب وهناك نصوص يعني بخلاف اللي كتبته ضمن الفرقة هناك نصوص عطيتها لأسماء أخرى. صحيح. أحكي لي كيفاش تعطي نصوصك؟ مين الأصوات أو النفوس
هي القصة نفوس. ما نفوس طبعا لازم يكون مؤدي ويحترم فنه ويكون يلحن مثل ما لازم. ولكن بالنسبة لي يعني انه المشاركة يعني كيبقول احنا نثري بعضنا. صحيح. بعض البعض. والموسيقى ما في حدود. والله تعرف في ناس ما يحبوش المشاركة، يتصوروا انه هما لما يشاركوا الأشياء كأنه يفقدوا منها، وهو العكس أحيانا. صحيح. المشاركة تخلي الطاقات تتضاعف 100%. يعني خلينا نحكي يعني طبعا القصة مدروسة، الأسماء مدروسة. وأنا مثلا وسام مراد الله يسعده غنى إلحق قلبك، هاي نص أنا كاتبه وملحنه معانا اليوم، هي اللي حطيتها أنا نختم بها. أيوة. أنا من عشاق صوته وسام، وتحية كبيرة. فوسام كان حابب يغني على بال مين. إيه؟ لما حكينا بالمشروع فقلت له وسام أنا شايفك في هاي المنطقة هناك، شايف أدائك أنت، أنا ما عندي إيه؟ الروح والصوت اللي تأديه، وتعال نعمل التجربة. والحمد لله نجحت. إيه؟ نجحت. صحيح. طبعًا. يعني أنا مثلا هالأغنية يعني ثلاثة اللي أنا اخترتهم للبرنامج الهوني هما يعني طبعا كل أغاني جميلة، لكن حسيتهم نوعا ما تميزوا. هناك أيضا الأغنية اللي حطيناها بآخر الميدلي متاع تقديمك في الأول اللي كان مغنيها شقيقك سهير، سهير فودي. وشو عنوانها الأغنية؟ شوية ضاعت الدنيا من بليرة. الدنيا بليرة. صحيح. حبيت هالجانب هذا الفكاهي اللي رجعني للزمن الجميل في وقت ما في مصر في تاريخ. صحيح. الموسيقى العربية يعني ما نقولوش سيد درويش مختلف، مش نفس النمط، لكن السخرية نفسها. وكان وهناك. صحيح. أسماء أخرى أيضا. صحيح. إنه تضحك على الألم. طبعا يعني هو شر البلية ما يضحك 100%. هذه هي. صحيح. فأحيانا أنه لما تحكي هو ألم وتحكي عليه بألم تصبح ثقيلة الحكاية. صحيح. فأنت لما. صحيح. تسخر منه كأنه الرسالة تكون أخف في التلقي. صحيح. 100%. هذا هو. وأسلوب الموسيقى اللي يلائم صوت، يعني مش عشانه أخي سهيل فودي اللي. إيه؟ عنده فرقة زمن وغني رومبا فلامينكو وعربي. استضفتهم أنا عبر الهاتف سهيل، استضفته مرة. صحيح. فهذا ما يقول إنه عشانه أخي يزبط معه، لا هاي لا لا لا، مشيت مع صوته مع نوعية الأشياء اللي قدم مع روحه. بالضبط. هذا هو بالضبط. خير عندك حب أعتقد إنه فوق كل الحب اللي ممكن تحسه في حياتك، حبك لعكا. طبعا. من وين جاك الحب هذا؟ يعني ربيت. هل لم ولد معاك من الصغرى؟ طبعا. أو جيت فترة تغربت فيها شوية ورجعت مثل ما واحد يفقد حاجة ويرجع لها عارف قيمتها؟ لا هاي من الطفولة. يعني من الطفولة تحب مدينتك. يعني أذكر كل 23 حارة، عكا مكونة من 23 حي. هي. الناس، الأطفال، الأفراح، الأتراح، المناسبات، الوحدة اللي تكون، بل في وحدة جميلة في عكا. يعني أنت إلك ظهر بلد كامل مش عيلة. واو. جميل هذا. طبعا إذا لا سمح الله يحبوا يهدموا بيت أو يهدموا شيء غير مبني غير شرعي. هي. فتلاقي كل البلد والنساء قبل الرجال يكون واقفة. تحية لكل صبايا ونساء عكا وكل نساء فلسطين، وطبعا نساء تونس الجميلات. تحية المرأة بشكل تحية عام المرأة العربية طبعًا. والمرأة بشكل عام طبعا طبعا تحية المرأة بشكل عام. طيب كيف تبعد على عكا الآن؟ عندك أيامات يعني في أوروبا بين باريس ومدن أخرى. صحيح. شنو اللي تشتاق له في عكا؟ أكثر حاجة الصراحة أكثر شيء أشتاق، لو أنا راجع بالقطار ما بين عكا وحيفا وأقترب على عكا وأشوفها كالعروس نايمة على البحر. واو. يعني فينيسيا فلسطين. إيه؟ لازم تشوفي، لازم إن شاء الله تشرفينا وتيجي وتشوفي، حتحبيها إن شاء الله يا رب. يعني إيه؟ شكلها لأن بلد تاريخي عمره 4200 عام. حوالي. حضارة. طبعا. حاليا نعيش في مدينة بنيت في زمن العثمانيين 500 عام، وفي بلد كاملة تحتها أثرية للصليبيين. فالكونتراست هذا، التعددية والتنوع، في سبع كنائس وسبع جوامع في عكا. هذا اللي عطيها سحرها. طبعا رمضان قريبا إن شاء الله بس شاء الله. أرجع يعني إحنا نقول أبونا الخور اللي في الكنيسة أو في الدير يفتح يعزم على مائدة إفطار في رمضان.
وفي الكريسماس يمشي الإمام ويقول تعال نروح نعيد على أبونا الخوري. هذه هي الروح يعني الحقيقية وهذا طبعًا. اللي لازم يكون طبعًا. خير هناك أغنية في الألبوم أنت كنت حريص يعني لما حكينا قلت لي هالأغنية لازم تكون موجودة وأنا صحيح. سمعتها وعجبتني يعني أكيد خذيت بخاطرك حتى تكون موجودة الله لكن يخليك. عجبتني أغنية على القدس صحيح. يا قدس صحيح. نسمعها طبعًا. وبعد نحكيه عليها وتحية لحبيبة القدس أكيد إيه. أنا أحب عكا وطبعا أحب القدس وأحب كل بلاد فلسطين. يلا نسمع. ميلت جنب الوطن وقلت لا زوره وسمعت جوات القلب أهات بدوره ميلت جنب الوطن وقلت لا زوره وسمعت جوات القلب أهات بدوره وصلت جنب القدس وقفت شي ساعة سمعت صوت البحر صدفاته بيقولوا وصلت جنب القدس وقفت شي ساعة سمعت صوت البحر صدفاته بيقولوا وقت ما رجح بنور من عكاسه بيطلع
يا قدس لفرقة ولعت، وما زلنا نواصلوا معاك ضيفي خير فودي، ونرحبوا باللي التحقوا بينا الآن. نذكروهم اللي البرنامج هذا تقدروا تعودوا تسمعوه مساء السبت من 8 إلى 9 بتوقيت باريس. وخير أصدقائك نعرف منهم البعض من صحيح. الفنانين يحبوك برشا الحمد لله، وأنا يكلموك أحبهم أكتر. يكلموك الآن يقولوا لك ارجع اشتقنا لك، يعني أو يقولوا لك يلا أكيد. أبقى أنبسط كمان شوي، يعني هنو يتمنوا لي أنبسط فطبعا ايه؟ ويستنوا أرجع، وأنا مستني لقائهم كمان. إحنا في عكا يقولوا عننا يعني عندنا في كل جليل معروف إنه العكاوي ايه؟ يخرج يطلع خطوة ايه؟ خارج البوابة فيحلف في غرفته في غربته. فما منحب نترك البلد كتير، يعني مفهوم دمنا. يعني أنت الآن متغرب غربة كبيرة. الله يكون في عوني يا رب. ياريت لي تغربوا الكل مثلك، تغربوا على باريس. لا كل الحبايب يعني أنا مشتاق لهم كلهم، وفي أشخاص أنا أحب أشكرهم كتير. يعني طيب قالك نشكرهم من بعد بنفع، لأنه أنا أه. جايبت لك حاجة من عند جارك. أوكي. جارك هو قال جارك. طيب شو رايك؟ اه معلوم؟ أه؟ بعثت يعني حمامة وصلت لعكا وجابت لي شيء. يلا بنفع نكتشفوا مع بعضنا؟ طبعا نكتشفوا سوا. يلا خير فودي هو واحد من أهم الفنانين اللي ظهروا في مدينة عكا، وخير فودي جاري، وبسبب القرب عرفت موهبته الشاملة والمتعددة قبل ما تتفجر أمام الجمهور العريض. خير فودي شاعر أغني يكتب بأكثر من لهجة وبالفصحى أيضا، ملحن بالسليقة، لحن أغنيات عديدة جميلة منها توبيا أيوب شو هالقصة. خير فودي أيضا صانع ديكور يفهم بالديكور، صنع ديكور مسرحيات، رسام أيضا متعدد المواهب، يجيد الغناء يغني بشكل جميل. أنا أيضا تعاونت مع خير فودي، لحنت من كلماته في أحد الأيام. كان خير فودي متواجد في ألمانيا واتصل لي صباحا وسمعني كلمات أغنية بعنوان يلي فايق متضايق، فأنا كنت فايق متضايق ولحنت على طول. هاي إحدى المواقف الفنية الطريفة اللي بتجمعني مع خير فودي. موهبة عظيمة خير فودي إلى الأمام. أه؟ عرفت أكيد. غازي أبو بكر تحية أستاذي. الإنسان اللي بالصدفة اكتشف إني أكتب. طيب للناس اللي ما يعرفوهش. لغازي أبو بكر. أي المستمع اللي يتابع فينا الآن. غازي أبو بكر فنان رائع. إيمي إنه بنظري. من أجمل مقدمي برامج فنية في فلسطين، وطبعا احترامي للآخرين طبعا. شو أحسن من شخص يشتغل في مثلا ميدان، يعني بشكل ما في الإعلام لكن في الميدان اللي هو يعرفه؟ طبعا لأنه هو موسيقي، يعني هو موسيقي غازي ايه؟ وإنسان مخلص في شغله. يعني أنا أعرف كان يشتغل في إذاعة، مش مهم أي إذاعة، وكان على حسابه الخاص يشتري السيديهات لأنه ما كان يعطوه كفاية ايه؟ النقود. فغازي من أجمل أشخاص كتبوا على عكا وأخلصوا لعكا وأنتجوا لعكا لحد الآن. يعني بحب أوجه له تحية كبيرة ومبروك لإله وللفنان وليد الحلو على أغنية من سفر لسفر. طبعا توزيع الفنان مراد خوري اللي هو بالصدفة مش بالصدفة، يعني لسعادتي إنه هو عازف الكمان وموزع مع فرقة ولا فتحية طبعا. للفنان الكبير أستاذي دائما غازي أبو بكر، تحية كبيرة ليه برشا برشا. اسمع لما اتصلت به قلت له نقدر نسجل الآن؟ قال لي طبعا الآن. لم يتردد، فقط خليني شوية نستوعب الأمر. ما أجمله. هو يحب قلت له أنا فاجأتك وأنت لازم تحضر مفاجأة. يلا نكتشفه. جاتنا رسالة أخرى من عكا أيضا، الحمامة الثانية شو جابت؟ ناتي لنشوف. يلا صديقي العزيز خير فودي، أنا جدا جدا سعيد أنه هاي الفرصة أتيحت لي أني أحكي معك عبر أثير مونتي كارلو، وأقول لك أنت أيقوني
عكا بتحبك وكل أهل عكا بحبوك، وأنت هذا الإشي بتعرفه منيح منيح. أنت حالي يعني حجر من سور عكا، أنت صعب صعب تطلع من عكا يومين تخرب البلد، خيب مينفعش. ارجع بسرعة، احنا بدنا اياك، الوضع متأزم، بدنا اياك ضروري ترجع على البلد. بدنا نسمع اغانيك، نسمع شعرك، نسمع الموسيقى الحلوة اللي بتعملها، ويلا احنا بانتظارك. صديقك فراس. حبيبي فراس، فراس روبي طبعا احد المبدعين اللي انا وياه نشتغل، يعني اذا بدك تسمع الكوميديا انا وفراس نكتب سوا، وكتبنا عدة أعمال، ومنهن هديناهن لحد الآن ما بنبيع، ولكن هديناهم لفرقة فرقة كوميدية خوش بوش، صحيح، وهن يغنوهم منهن بارودي على أغاني معينة، ومنهن شغلات هيك. فتحية كبيرة لفراس الروبي، وراجع خيا يعني وين بدي أروح. حسدوك حسدوك، شايف كيف؟ لا أحلى عالم. وفراس فاهم عليك، فاهم عليك أنا. تحية كبيرة لفراس. وبعدين الحمامة الثالثة اللي بعثتها ما راحتش على عكا، أما قعدت في المنطقة، ما راحتش بعيد كتير. أوكي. يلا نسمعه، نسمع، نكتشفه طبعا. يلا. كل شي بعيني كبير، لو كان حتى الأمل صغير. كل شي بعيني كبير، لو كان حتى الأمل صغير. مر الضعف وقت الصعب، مر الضعف وقت الصعب. نبض القلب مهما تعب، لو صار شو ما يصير. كل شي بعيني كبير. هاي من كلماتك الغالي خير فودي، ومش صدفة اخترت إني أفتتح تحيتي هاي لإلك ضمن برنامج العزيزة الفنانة عبير النصراوي عبر أثير إذاعة مونتي كارلو اللي منحبها. وشكراً اللي عبير عم تجمعنا معك، وهي تحية لإلك من كفر يسيف الجليل فلسطين، بلدي، جارة مدينتك عكا اللي أنت أحد أعلامها، واللي بنفتخر في وجودك من أهل عكا، والأكثر إنك رفعت اسم عكا من خلال أغانيك. مش كل إنسان بيقدر يكون حامل لتفاؤل وحس شعبي بكلمات أغاني، وبعزز كرامة المستمع الفلسطيني أو العربي لما بنسمع كيف بتحتفي في بلدك وبأهلك وبشعبك وبأحبابك. الضحكة مرسومة على وجهك دائما، لهجتك لهجة خير فودي فقط، واحد بالمليون. كل إشي فيك مميز، كلمات أغانيك مميزة ببساطتها وعمقها، بفرحها اللي مش سهل الإنسان يكتب كلمات فرحة. عادة أهون الواحد يكتب الحزن، لكن إنك تكتب بفرح وتزرع الأمل وتتحول أغنياتك لأهزيج يحفظها الطفل يحفظها الكبير وترفع اسم عكا، هذا إشي كتير كتير أنا بقدرك عليه. بتمنى لك النجاح مع فرقة ولعت، كمان فرقة حبيبي على قلوبنا، بتمنى لها النجاح بألبومها الجديد، وإنه دائما مواردك الفنية تنمو وتكبر وتزداد إبداع، والأغاني اللي حاططها بالجرور تفتحها وتطلع وتروح لفنانين أو تطلع مع فرقة ولعت وتجيك أغاني حلوة جديدة. بتمنى لك كل الحب والخير والصحة يا خير، لإلك ولأجمل وأقدم المدن الجميلة عكا التي نحب. تحياتي إلك، تحياتي لعبير ولكل المستمعين. شو؟ واو، تحية كبيرة أمل مرقص الحبيبة الصديقة الغالي الفنانة الرائعة الإنساني الملتزمة. اي أيوة والله الضاحكة دائما، يعني دائما حاملة يعني للأمل، يعني انت وياها تحت نفس الراية، شفت كيف؟ الضحك الإيجابية للأمل، الخير والأمل، والخير والأمل. فيطلع عبير المستقبل. الله يسعدك عبير، وانا بينكم ونحبكم الاثنين. الله يخليك. وطبعا انا سعيدة جدا بعملي هوني يعني في الإعلام، لأنه ربما، مش ربما، أكيد أنه لولا البرامج اللي قدمتها أنا على مدة سنوات طويلة ما كنت تعرفت عليكم، لأنه استقبلتكم وفي شيء في نفوسكم مسني، ثم بعد هذا تحول لصداقة حميمة، لصداقة كبيرة.
وطبعا أيضا التزامكم، روحكم، مشاريعكم، هذا اللي يخليني دائما نكون وراكم، مش فقط الصداقة. يعني الله يخليك، هناك شيء يدفعني أقوى حتى من الصداقة، أنه أنتم فعلا تستاهلوا الدعم، لأنه الموسيقى اللي تقدموها ليست تجارية وخطاها يعني أكيد. وطريقها شائكة. صحيح. إن شاء الله تكون فرحت بالأشخاص جداً اللي اليوم جداً حضرناهم لك. تسلمي، فرحتي لقلبك. يعيشك، وهو المطلوب حباب قلبي. يلا نوصل لفقرتنا قبل الأخيرة. أوكي. بلاي ليست. بلاي ليست، تعرفوا دائما انه هالفقرة يأثثوها ضيوفي، هي اختيارات ضيوفي، واليوم ضيفي خير فودي. الله يسعدك. حبيت تبدلنا بنغم براجع نفسي. صحيح. شيرين. شيرين عبد الوهاب. لماذا هذا الاختيار؟ شوف يعني انت بتعرف مرات يعني تسمعي صوت وممكن ما تعرفي بأي لغة يغني، ولكن يداعب يحكي معك. نعم. مباشر يعني. ما بده واسطات فنية ولا أبدا. فهم. فشيرين عبد الوهاب واحدة من الفنانات الكبار اللي اعتز بانتماء إلى عروبتي من خلالهم. فشيرين عبد الوهاب غنت مقط يعني أغنية بسيطة صغيرة جدا، أنا لما سمعتها في نفس السنة. نعم. عن جد عدت حساباتي. إيه؟ عن جد خلتني أعيد حساباتي وأراجع نفسي على كتير شغلات صارت بحياتي، وبس خلتني أطورها، لا أندم على اللي فات ولا حاجة. بالعكس هذا الإشي خلاني أقوى أكتر، وأحس أنه واو قديش في صدق بالكلام، قديش صدق باللحن، وقديش في إحساس بالأداء، لأنه يعني حسيت أنه هي كتبت الأغنية ولحنتها، مش بس غنتها شيرين. فتحية كبيرة يعني. فهذه لا. قوة الأداء. صحيح. إنه الفنان أو المؤدي أو المطرب من كثر ما يحس بالكلمات هي تصبح الأغنية مش المغنية، خلص يعني يتبنيها ويدخلها. صحيح. فيه ويعاود يخرجها، وكأنه هو اللي أنتجها، أو وجدانه 100% هو اللي أنتجها. خير. على ذكر هذا، عندي أنا حكايات برشا مع أغنيات، منهم أغنية ضد التيار. أوكي. ضد التيار اللي أنت كتبتها. صحيح. ولحنها وسام مراد. لا لحن آسف. لحنها. صحيح. وسام وغناها وسام. صحيح. في ألبوم بين عقلي وقلبي. بين عقلي وقلبي أعتقد. بالضبط. المهم أنا لما وصلني الألبوم وسمعت هالأغنية، نتفكر أنه كنت في فترة، تعرف الإنسان أحيانا يعيش فترات نوعا ما صعيبة، أو مثل ما يراجع نفسه. صحيح. ويعاود حساباته، هل مشيت في الطريق الصحيح أو لا، هل كذا هل كذا. وسمع ضد التيار. وحسيت هالأغنية مكتوبة لي، أو ربي سبحانه بعثها لي في اللحظة هذيك. وقديش حبيتكم الاثنين من وقتها. الله يخليك عبير، وإحنا بنحبك كتير. والآن شيرين، وراجعوا أنفسنا. دائما الإنسان طبعاً في وقت ما في حياته يقف في نقطة معينة ويراجع نفسه. أفكر كل يوم. يعني بضل ما هناك نقاط كبيرة. صحيح. واضحة. صحيح. هذا طبعا كل يوم ذيك مراجعة النفس، لكن في مشوار حياتك، الطريقة اللي سلكتها، في خطوط خطوط عريضة جدا يقف عندها وتراجع. 100%. الله يسعدك عبير. هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، انا مش هسكت، لازم اقول قد ما هاخد قد ما هدي، انا مش هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، مش هسكت، لازم أقول
قد ما هاخد قد ما هدي. انا دلوقتي براجع نفسي قبل ما الايام تفوت، وعشان حاجات تعيش حاجات كتير لازم تموت. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء فيا انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء فيا انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. يعني براجع نفسي واللي زمان انا عشته لغير، انا دلوقتي هعيشه لنفسي. شيرين، كان اختيارك الأول خير فودي. طبعاً تحية كبيرة لفنانة كبيرة. إيه طبعاً، ونبقاو مع الفنانين الكبار طبعاً، كمان أكبر عندي إيه. صحيح. سيد مكاوي، قد إيه أنت وحشني. الملك الملك سيد مكاوي. إيه لماذا اختيارك لهالأغنية؟ شو أنا أحب سيد مكاوي، يعني من بحكم إنه أنا من طفولتي عمي موسيقي وعمي رسام، فدائما انكشفت على الموسيقى في جيل مبكر جدا، وحياة أبوي كان يحب عبد الوهاب وأم كلثوم وسيد مكاوي. فلما سمعت أنت وحشني شفت، وبآخر من أواخر أعماله أعتقد لسيد مكاوي، يعني هي توازي من غير ليه تبعت عبد الوهاب في نظري. فسيد مكاوي تجدد في آخر أيامه، يعني المقدمة رائعة جدا، يعني تجمع ما بين الموسيقى العربية والتأثر الفلامينكو والموسيقى الغربية، يعني أنه إنسان في جيله في مشواره الفني الطربي اللي لحن لأم كلثوم ولكتير فنانين كبار طبعا، وردة أعتقد وغيرها وغيرها، أنه في هذا الجيل يرجع شباب. هيك هيك شفت أنا أنه سيد مكاوي كل عمره بس يضحك تحسي أنه طفل يضحك، ولد يسخر من الدنيا. فهمت كيف؟ يعني هو تشوف نفسك فيه شوية. أكيد أنه خير فودي هكذا، يعني أنا يمكن استمرارية لحالات قبلي. أكيد. يلا قد إيه أنت وحشني. قد إيه ما أقدرش أقولك يا حبيبي، قد ايه انت وحشني وحشني، وبعدك مستحيل اقدر عليك. قد ايه ما اقدرش اقولك يا حبيبي، قد ايه انت وحشني وحشني، وبعدك مستحيل اقدر عليك. قد ايه ما اقدرش اقول لك يا حبيبي، قد ايه انت وحشني وحشني، وبعدك مستحيل اقدر عليك. قد ايه ما اقدرش اقول لك يا حبيبي، قد ايه انت وحشني وحشني، وبعدك مستحيل اقدر عليه. اعمل ايه والقلب حبك يا حبيبي وانشغل بك، اعمل ايه والقلب حبك يا حبيبي وانشغل بك، انشغل بك قد ايه يا حبيبي. اختيارك الثاني كان لسيد مكاوي، والاختيار الاخير اجد بكتير. صحيح صحيح، يعني مختلف تماما، لكن تقول لنا ليش اخترت 47 سول؟ صحيح. الأغنية تقريبا اللي تعرفوا بها انترو تو شامستاب. صحيح، يعني أول شيء تحية كبيرة
اللي لهم شخصا شخصا وخاصة حبيب قلبي صديقي وأخوي ولاء إسبيت من قرية إقرة المهجرة في فلسطين. ولا أي واحد فيهم تقوليش هو اللي يرقص ويعمل يرقص الشيش الحطة بالضبط هو روح الأسبع والله هو روح الفريق يعني الباند. لا لا كلهم واحد واحد عندهم كل واحد عنده روح لكن صحيح. اسمع على المسرح ترى هو في شيء هو الولد الشقي المبسوط من الحفلة أوكي تشوفيه هو دور يعني على سبب يرقص أكثر من الجمهور صحيح. والفرعي كمان تحية كبيرة فرعي للفرعي هذا رابر كبير طبعا. معروف من قبل الفرقة هي يعني كيف بتشوفوهم سوا يعني مع حفظ الأسماء يعني ما أذكر أسماء البقايا بس تحية كبيرة طبعا ومحبة كبيرة للأسلوب الجميل جدا اللي يترجم الفولكلور الفلسطيني لأي أذن ممكن تختلف عنهم يعني في اليابان يحبوهم في الصين ممكن تنحب ما هو تحديث فكرة تحديث هذه الموسيقى أصوات إلكترونية صحيح إيقاع أشياء جابت مثل الحاجة اللي خليت الأذن الغربية بالضبط تقبلهم تتعرف يعني عليهم وليش لا صحيح لما المتلقي الغربي يشوفهم يشوف ورشة ورشة رقص شعبي عربي فلسطيني بكل المكونات تبعته وفجأة مترجم عشان تفهموا شو بنقول احنا اي اي مهم جدا مشروع طبيعي. يلا نتوقف عند مقطع منهم ما عاش معنا وقت اكيد كتير. يلا No form. Back to the peasant, to the fellaheen born. درب القوافي منعرفها طفن ونود تلم تلم ربني معبود راسمة صنن عهود. هذا نختم به يعني هذا الغناء نختم به البلاي ليست ونمشي لفقرتنا الأخيرة. الوقت مر بسرعة شايف كيف ما أحلى الوقت معك يا عمي عيشك. يعجبني لا يعجبني خير ما الذي لا يعجبك؟ خلينا نبدأ بالأشياء المش مليحة. أكيد لا يعجبني الظلم بشكل عام. الظلم بشكل عام الله يبعد علينا يعني يا رب. الظلم عدم الصدق والموافقة على الظلم هذا أكثر شيء يؤلمني. أتعس من الظلم صحيح. إنك ترى الظلم وتسكت صحيح. عليه. وما الذي يعجبك؟ الحب، الجمال، الخير، الطبيعة، الشجر، بلادي، بلاد العرب كلها وناسها وخاصة نسائها. يعيشك يا الله خير يسعدك. وصلنا لختام هاللقاء فرحت بيك برشا برشا. الميكروفون أمامك الميكروفون عندك. نقدم وما لازمناش ننساو أصدقائك طبعاً. في الفرقة لأنه أنا من شوية قاطعتك رح يكرهوني بعدين لا لا والله قاطعتك وبعدين ما كملنا ما تخاف يعرف أنه بحبك يحبوك الله يسعدك عبير تحية كبيرة ليهم تحية كبيرة جدا جدا لأحبائي أعضاء فرقة ولعت الفنان ماهر خوري الفنان وليد كيال عازف العود طبعا ماهر خوري ملحن ومغني وعازف جيتار الفنان وليد كيال عازف العود والإيقاع الجميل والصديق الفنان محمد قنديل ضابط الإيقاع والمغني الرائع الفنان مراد خوري عازف الكمان والموزع وطبعا غنى معنا وصوته جميل جدا لازم ينسمع الصوت. وبحب أبعت تحية كبيرة 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 جدا لكل من ساند وحب فرقة ولعت خاصة في ألبومها الأخير الفنان إلياس حبيب عازف الإيقاعات الذي تطوع بمحبة وإجا وعزف معنا
لكل الفنانين اللي دعمونا. يعني خلينا نبعث تحية كبيرة لمؤسسة صابرين اللي آزرت ولعت في الألبوم الثاني، للفنان وسام مراد، الفنان سهيل فودي، الفنانة ريهام حمادة تحية كبيرة ورائع جدا. للأسف ما خالص الميكس بتاع أغنيتها السمراء العربية، لازم كل عربية تسمعها وكل رجل عربي يسمعها. والفنان علاء عزام صديقي العزيز. المهم تحية للجميع، تحية عن جد للجميع. يعني هي حاملين علينا سلاح بده يسكتونا هون يا عمي، ما أقدر أحكي أكثر من هيك. بحبكم كلكم. سكرنا سكر. خلاص خير، أحكي عن حالك يا خير. نعم أحكي عن حالك. شو بدي أحكي عن حالي أنا؟ شو أمنيتك آخر شيء؟ شو أمنيتي؟ إيه؟ إنه بس أكمل كيف ما أنا، كيف بحب الدنيا وبحب الفن وبحب الناس وبحب السفر والحرية والجنون. الله يعطيك هيدا من كل يا خير. شكرا عبير، وصلنا للختام. الوقت تعرف كالسيف قاطع. شكرا للمستمعين اللي تابعونا اليوم في هذا اللقاء. تحية شكرا لحضورك الجميل. شكرا لك، شكرا على الاستضافة الجميلة، وشكرا على التقنيات الجميلة، ريتا الجميلة الشامية اللي مثل أمي كمان. وتحية لأمي حبيبة قلبي مناصرتي وداعمتي، ولكل أحبائي وأهل وعائلتي. الله يخليك، يسعد مساكم. إذن وصلنا لختام هذا اللقاء، شكرا لكم، إن شاء الله دائما نلقاكم أوفياء متابعين وتكونوا في أحسن حال. تابعونا على صفحة فيسبوك لطرب، ونختم مثل ما قلنا من شوية، إلحق قلبك من ألبومكم الجديد طبعا على بال مين. وما بقى لي إلا نتمنى تكونوا في أحسن حال يا رب. الحوا قلبكم، ما تردوا على حدا، أهم شيء. أكيد. شكرا لريتا محمود اللي رافقتني اليوم في الهندسة الصوتية والإخراج الفني، ومني أنا ليكم عبير نصراوي أجمل وأطيب التحيات. باي باي، سهرة سعيدة.